السؤال اللي موراه تيقول شحال جبتي في الجياوي. هو صراحة شحال جبت في الجياوي يو داي و بنات، السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد. فبدا ان شاء الله غنديرو كيو اند اي، غنجاوب على الكيسيون ديالكم اللي كتبتوهم ليا في واحد البوست حتى شوف في يوتيوب، وصلني اكثر من 400 كومونتير، ولكن غندوز علاش قديت، يعني غندوز غير الكيسيون اللي مهمين واللي تعاودوا بزاف. نعطيو عليكم بزاف ومن دابا الفيديو كنتمنى ديروا لايك، اللي باغي يعرفوش معنا باش تابوناو دابا وانتم كتابوناو اكتيفيو لا كلوش ولا فعلوا الجرس باش تصلكم النوتيفيكاسيون في كل مره لحقت فيديو وتفرجوا فيه. لاشين ديال الثانيه غتلقاوها في الديسكريبشن تابوناو فيها، حيت غندير واحد كونتنت مكيتفرض لاشين غندير فيها لي رياكشن. بلاطو عليكم بزاف. قبل ما نبداو في هذا الفيديو غنحاول نجاوب على مجموعه ديال الكيسيون في جمله واحده، يعني في دقه واحده. اول حاجه سميتي اسامه بالمصور، 17 سنه، العام الجاي عندي الباك، شعبه علوم رياضيه الف يعني سيونس مات ا، كنسكن في الرباط بالضبط في تماره بالضبط في عين العتيق، وكنقرا في تماره. نبداو في الكيسيون. السؤال الاول هو شنو كتستافد من الفيديوهات في يوتيوب؟ صراحة الفيديوهات في يوتيوب انا كيعجبني المونتي، كيعجبني نصور، وكنعتبر يوتيوب كهواية. شنو هي اكبر حاجة كتمرضك في يوتيوب؟ صراحة اكثر حاجة كتمرضني اول حاجة الكونيكسيون، يعني باش تلوح فيديو تقريبا خصك 6 سوايع الى كتلوح بالويفي، ولكن بالكاتجي تقريبا ساعتين حتى ساعتين ونص، وغالبا كتضطر تلوح الفيديو بالكاتجي. ثاني حاجة اللي كتعصبني خصوصا في المونتاج، ملي تكون كنمونطي تقريبا 4 سوايع وانا كنمونطي، وفي الاخر البيسي كتبلوكا ولا كتقطع الضو، كنضطر نعاود من الاول. هادشي الا ما كنتش مسوفغاردي داكشي اللي كنمونطي. السؤال اللي موراه واش انت رجاوي ولا ودادي وراك كاين؟ شكرا اخويا، انا ما رجاوي ما ودادي ما حتى حاجه. شحال وانت مربي الكلاب؟ واش ديديكاس من نقول مين؟ ديديكاس لك اخويا. شحال وانا مربي الكلاب؟ شوف الا حسبنا كلوي غنقول لكم 3 سنين، الا حسبنا الكلاب بصفه عامه غنقول لكم من نهار زاديت لقيت الكلاب دارنا، يعني حنايا ربينا الكلاب من شحال هذيك، اكثر من 12 عام حنا نربي الكلاب. كيموت لنا كلب كنجيبو كلب، كنبيعو كلب كنجيبو كلب، يعني ديما عندنا كلاب. السؤال اللي موراه كيفاش حتى وصلتي ل 50000 ابوني في يوتيوب؟ انا غنقول لكم لاسيوس بصفه عامه، يعني مابقاش نقول لكم داك اللعيبه ديال خويا تابونا عندي في الشين تبدل الاشتراكات داكشي ما خدامش خوتي، تبقاوش تطلبوا في الكومونتير. شوفوا من الاخر باغي توصل نابورت كال دومين، كو سوسوا دومين ديال اليوتيوب القرايه، كو سوسوا دومين ديال اليوتيوب ديال الفيديوهات، كو سوسوا دومين ديال لا ميسكولاسيون باغي تريني، اهم حاجه شنو هي؟ هي لا كونتينويتي، الاستمراريه. الا ما عندكش الاستمراريه راه ما غاتوصلش. شحال من دري كنتفرج فيه في يوتيوب كيلوح فيديوهات زوينين نقيين، ما كيقدرش يكمل في يوتيوب 3 شهور شهرين كيحبس، يقعد التفاعل ناقص كيحبس. لا ميم شوز في الناس اللي كيترينيو في لا ميسكولاسيون، كيبدا شهر شهرين الفورما ما طلعش بالزربه كيحبس، لا خصك تكمل اهم حاجه. نعاود لكم واحد القصه بالزربه ما نطولش فيها بزاف، انا بديت في يوتيوب عامين، هادي تخيلوا معايا عامين وانا خدام في يوتيوب، جمعت 500 ابوني، 500 ابوني في عامين ما نكذبش عليكم، ونص عام ولا اقل من نص عام، يعني تقريبا 3 شهور شهرين ونص طلعت فيها ل 50000 ابوني. شكون قالها؟ الله اللي بغاها والخدمه وانتوما، يعني الا صبرتي ربي عمرو يخيبك، يعني كون حبست داك عامين عمرني غنوصل 50000 ابوني، ولكن حيت كملت وصلت 50000 ابوني بالخدمه والله ورضاك الوالدين والدعم ديالكم. السؤال اللي موراه خويا اسامه، القناه الاحتياطيه مازال ما شفنا فيها، بغينا تبدا شي فيديوهات دير رياكشن وبون كوراج راك غادي مزيان. شكرا لك اخويا. الشيء الثانية غنبدا فيها كنوعدكم، غندير فيها فيديوهات واعرين بزاف، غندير فيها لي رياكشن اللي غيعجبوكم، ماشي على الراب ولكن على الفيديوهات اللي غتلوحو ليا نتوما في الانستغرام ديالي، غير تسناو. السؤال اللي موراه واش شريتو الحولي؟ شرينا الحولي ولكن باقي ما جبناش للدار، حتى يبقى نهار ولا يومين عاد كنجيبو. كنوعدكم بواحد الفلوق اللي غيكون مسطي بالعيد كبير، وفيه واحد المفاجأة لأي واحد غيدخل غيتفرج في الفلوق غيقول كنوعدكم بزاف تسناو. السؤال اللي موراه، انت افضل يوتيوبر مغربي من الجزائر؟ شكرا لك اخويا بزاف، وشكرا لي فان الجزائريين بزاف. واش ممكن انك تبيع القناه مقابل 5 ديال مليون ديال الدرهم؟ واش ديديكاس ديديكاس اخويا.
صراحه بدا لي فاق مكذوب الشين ديالي ما بقاتش نبيعها ما بقاتش نبيع واحد الناس اللي بغاوني وتاقوا بيا وتابوناو عندي في الاخر نبيعو مقابل الفلوس ما غنقدش ومهم دونك كنصحكم انكم ما تشريوش القنوات اللي فيهم 10000 ابوني فيهم 20000 راه ما غينفعكمش والتفاعل غيكون طايح فيهم. الو الله يحفظك اخويا شوف راه كنصور فيديو قول شي حاجه اللي فهم كنصور فيديو قول شي حاجه كلهم يتابعونا وما ينساوش لايك وسبسكرايب وبارطاجيو هذا الفيديو مع كلشي. فين كتكون نتايا؟ طنجة. طنجة ديديكاس الناس لطنجة وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. شكرا. يلا خويا تهلا. سلام. السؤال اللي موراك كانت البداية ديالك في يوتيوب. صراحة البداية ديالي في يوتيوب كانت بداية صعيبة بزاف بلا كذوب يعني أنا غنموت فيكم غنقول لكم بلي كنت نجمع ساعتين أربعة سوايع 20 ساعة مكنفوتش 50 فيو 40 فيو 30 الحمد لله فضل الله فضل الدعم ديالكم وصلنا ل 50000 أبوني شكرا لكم بزاف وباقي إن شاء الله نزيدو قدام. السؤال اللي موراه السلام خويا أسامة مبروك 50000 شحال عندك من خوك أختك؟ اختي ما عنديش خوتي عندي جوج واش كنتي متوقع توصل 50k فوق التقصير؟ صراحه انا جاتني 50k وصلت ليها فوق التقصير بزاف تقريبا شهرين ونص يعني تقريبا بالضبط شهرين ونص انتقلت من 500 ابوني ل 50k وقت قصير بزاف ولكن في المقابل راه ضربت ثمن هذا العامين يعني كنصحكم ما تحبسوش. شي ديديكاس خويا الخوك ايمن ديديكاس ليك راك عزيز بزاف فران واش عندك مع الكره؟ طبيعة الحال عندي مع كورة ماشي كنتفرج فيها ولكن كنلعبها يعني عندي معها بزاف. شحال تبقى باش تصور باش تصايب فيديو اخوك من الجزائر لايك شحال الوقت باش نمونطي فيديو؟ الناس في الانستغرام يكونوا عارفين شحال الوقت واحد النهار درت معاهم واحد الكونسيرت بديت كنمونطي وصورت اليوم مع الشديد ومع الستاليت تقريبا 7 سوايع حتى 8 سوايع على حسب الفيديو كي داير قل من 6 سوايع ما كاينش 6 والفوق ممكن تخلى على شي كلب ديالك. صراحه ما يمكنش تخلى على كلب خصوصا الكلب اللي كيدير عليك بحال هذا الرياكشن وانت كتغرق يعني انا مصيبه تخلى عليه. واش عندك شي كلب ولا كاملين تاع خوك؟ صراحه ما عندي حتى كلب كاملين ديال خويا. عمرك فكرتي تهرب من الدار؟ لا. عندك شي اخت او اخ؟ عندي جوج خوت. هذا السؤال جاوبت عليه منين جاتك الفكره ديال اليوتيوب؟ الفكره ديال اليوتيوب بصفه عامه طاحت عليا هكاك ولكن الفكره بالضبط ديال التشالنج خويا اللي قال لي حيت انا كدير واحد الشين ديال المعلومات يعني كيفاش تحمل تطبيق العباس اللي ما كنصحكمش تمشيو ليها حيت غتشوفوا الشوهه ديالي فضيحه وقريب ندير شي فيديو على الفضيحه ديالي ملي قلت يلاه بادي في يوتيوب. عمرك فكرتي تحبس من اليوتيوب؟ حاليا عمرني فكرت. شحال كيتقام عليك المصروف ديال الكلاب وشي ديديكاس خويا ديديكاس ليك؟ المصروف ديال الكلاب ملي تكونوا صغار كيتقام غالي بزاف يعني باش تاخذ لهم البيض تاخذ لهم لي بات تاخذ لهم الدجاج تاخذ لهم الطون كيتقام غالي بزاف ولكن ملي تكبروا المصروف غادي تيقل خصوصا الفاكسان كيتقام غالي تقريبا 4000 ريال للكلب يعني راه بزاف. خويا اسامه مبروك 50000 ان شاء الله توصل 100k شكرا لك بزاف ان شاء الله. كيفاش بديتي في يوتيوب وشنو هو الصعوبات اللي واجهتك؟ ديديكاس يوسف الزوقي. ديديكاس خويا يوسف اسمح لي الا قريت السميه ديك غلطة. الصعوبات اللي واجهتني في يوتيوب اول حاجه لي فلوغ ما كنقدرش نصوره في الزنقه حيت كما عارفين الفيديوهات في الزنقه ولا لي فلوغ ممنوعين الناس كلهم تيقولوا حيدني من الفيديو كيفاش غندير نحيدك وانا كنصور بحال هكا وانت مورايا يعني ما عندي كندير وبالتالي كنتجنب لي فلوغ في المغرب يعني كنحاول نصور مورايا شي حيط ولا شي حاجه ما يعني كنصور نصور مورايا الناس. المشكل اللي كيواجهني في الفيديوهات اللي كنصور في الدار هو الصداع اللي تكون في الزنقه. شنو هي الافكار اللي غادي تزيد في القناه ملي توصل ل 100k ان شاء الله؟ الافكار اللي غنزيد في القناه ملي غنوصل ل 100k اول حاجه غنبدا ندير لي فلوغ بزاف حيت انا كيعجبوني لي فلوغ وغادي نبدا ندير الكور ميتراج ولكن بطريقه اللي في شكل اللي ما كاينش في المغرب حاليا وانتم شفتوها في الفيديو ديال معاناة مغربي في المغرب يعني طريقة اللي واحد الطريقة اللي قاع كيديروها الدراري في المغرب خاطين هذاك الشيء ديال راكم عارفين الافلام القصيرة اللي ما فيهم يتشاف.
شنو هو الحلم ديالك من يوتيوب بلا لي زابوني؟ الحلم ديالي هو وصل مليون ابوني. لا لا، الحلم ديالي من يوتيوب بلا لي زابوني هما نجمع واحد الناس اللي كيحبوني وكنحبهم وكيحترموني وكيحترموني. واش وصلتي للحلم ديالك؟ مشيتي ديكاس من طنجة؟ الحلم ديالي باقي وصلت ليه، يلاه بديت فيه، يعني باقي نوصل 100,000 مليون ان شاء الله، علاش لا، يعني يلاه بديت وليت ديكاس ليك. واش باقي غدير فيديو مع الكلاب؟ بطبيعة الحال ما غنديرش فيديو مع الكلاب كاملين، حيت راه كما قلت لهم راه تباعوا، غندير فيديوهات غير مع الكلبة وولدها اللي غنخليو عندنا. شنو هو افضل انمي عندك؟ افضل انيم عندي بطبيعة الحال هو وان بيس، بدون منازع ولا بدون منافس. تابعوا ناروتو، تابعوا ديد نوت، لا تابعوا هانتر اكس هانتر، تابعوا ديد نوت. مبروك 50K، بس كنت مونطي كنمونطي بادوب بريمير برو. فاش نزيود؟ نزيود في 2002 لو 5 6. شنو الشعور ديالك اللي وصلتي لمياش كا؟ صراحة الشعور ديالي ملي غنوصل لمياش كا غادي يكون واحد سنتيمو انديسكريبتيبل، يعني شعور لا يوصف، اللي ما نقدرش نوصف لكم دابا، واحد الفرحة بزاف، يعني ان شاء الله نوصلوها. شحال تخلص من يوتيوب حاليا؟ باقي ما شديت حتى حاجة من يوتيوب، يعني الفلوس كاينة ولكن انا باقي ما شديتهاش. وواحد الدقيقة كما كتشوفوا يلا وصلني هذا، يعني دابا يلا عندي الحق دا نتخلص. وانا ما كنفكرش نجبد فلوس من يوتيوب، يعني نخليهم تما حتى لين ما عرفت. السؤال اللي موراه تيقول شحال جبتي في الجهوي؟ هو صراحه شحال جبت في الجهوي ما غاديش نقول لكم دابا، ولكن جاي واحد الفيديو لا نقول لكم شحال جبت، ولكن ليسونسييل انني النقطه اللي جبتها عجباني بزاف بزاف بزاف، ولا تاهمني نضرب الباك في النقطه اللي مزيانه. وخا السيزيام كان عام صعيب بالنسبه ليا، حيت كما تعرفوا شعبة التنصمات شعبة صعيبة، ولكن ما كتهمش تماما قد ما كاين في الاخر يكونوا دي ريزولتا ساتيسفيزون، يعني يكون نتائج مرضية ولا مقنعة، هذه اهم حاجة. وهادشي اللي كاين في الفيديو، الفيديو جا طويل بزاف ماشي مشكل، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تكونوا عرفتوا عليا بزاف المعلومات وتقربتوا مني اكثر. هادشي اللي كاين في الفيديو، ديروا لايك، ابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.